السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو الدراري غنحاول نشوفوا واحد الجيم اللي فري تو بلاي وفري تو اور. دونك هذا الجيم الدراري غنحاول نشوف كيفاش غنربحوا منها بلا ما انفيستو فيها والو. دونك الجيم الدراري فيها جوج يعني الشرط الاول انها نقدروا نربحوا ولا نلعبوها فري تو اور ونربحوا الايرنو منها، وفي نفس الوقت نقدروا انفيستو شي حاجه اللي قليله كما غنشوفوا. الا بغينا انفيستو دونك انفيستو كنزيدوا الربح ديالنا اللي غيكون في النهار، دونك غنحاولوا نزيدوا الربح ديالنا الا انفيستينا. الا ما بغيناش انفيستو دونك ماشي ضروري تانفيستي، تقدر تيرني بلا ما تانفيستي. دونك بلا ما نطولوا الهضره الدراري بزاف، نمشيو نبداو الفيديو مور الانترو. غندويو عليها اليوم الدراري هي شين اوف ليجند. الجيم الدراري استراتيجي ديالها على المايننغ، دونك كتلعب على المايننغ. دونك كنحطوا الماين ديالنا فشي لاند وكتبقى تماين لينا اوتوماتيك بلا ما نديرو حتى لعبه، من غير اننا نتلو من ضربنا الكوليكتيف ولا نبدلو اللاند الا تقاضى فيها الماين. دونك باش نفهموا هادشي كامل الدراري، اول حاجه خصنا نديروها هي ساين اب في الجيم، اولا باش ندخلوا الجيم الدراري غتدخلوا اللين اللي غتلقاو في الديسكريبشن، نحاول نخلي لكم الجيم لتحت. اللين الدراري غيتحل لكم في الاول هكا باش ساين اب ولا باش كونيكتيو الواليد. غندوزو الكابشا غنكونيكتيو الواليد في باينانس سمارت تشين كما قلت لكم، وغتحل لينا الجيم نورمال. دونك بعد ما نصاين ابيو الدراري، الجيم هي هذه كما كتشوفوا، كيكون عندنا واحد الماين ديالنا هنا ولا الماتريال اللي كنماينيو به كيكون هنا. دونك في هذه الساعه الدراري كان يعني مسموح لينا نماينيو غير التوكن ديال الجيم اللي هو اس ال او جي اللي كتعني شين اوف ليجند. من بعد الدراري خدامين على الجيم، دونك ديجا لايحين ستون والايرون وهاد اللعيبه اخرى دونك اللي غنقدروا نماينيوها من بعد. فهاد الساعه مسدودين كما كتشوفوا، وديجا حتى هنا الفوق راه سادينهم باقي يعني كومونسون باقي ما تلقاوهمش. دونك حنا غنحاولوا نستافدوا غير من التوكن حد في هاد الساعه، من بعد ملي غيحلوا ذات اللعيبات الاخرين غيحلوها. هنا دابا كما كتشوفوا عندي انا في اللان ديالي ولا في الماين ديالي يعني راه خدام كيمايني كما كتشوفوا 10.21 اللي ماينه دابا. دونك هاد اللعيبه ديالي ولا هاد الماين كيكون عندنا كاملين فابور، من غير ان نقدروا نوبغريديو يعني باش نزيدوا في السرعه ديال الماينغ ولا الكاباسيتي اللي غتزاد لينا في الماينغ ولا داك الطوق اللي غيتجمع ليها تما. دونك يعني كنزيدوا الانتاج باش نوبغريديو هاد الدراري، غيخصنا 1000 ديال التوكن كما كتشوفوا. دونك هاد التوكن الدراري ملي غنجيبوه هي اما نجمعوا هادشي اللي فابور وبقاو نجمعوه ملي غنكوليكتيوه، نجمعوه هنا يعني في الجيم كنتجمع لينا في الجيم ونقدروا اوبغراديو به اللعيبات هنا، ولا نقدروا نوذراويو نبيعوه. يعني ماشي ضروري ديبوزي باش انك تابغريد، تقدر غير من داكشي اللي غتربح تابغريدي به. دونك هنا الدراري باش اننا تقدر تمايني ولا باش يبدا المايننغ الدراري، غير خصك ضروري واحد اللاند. اللاند الدراري هي هذه كما كتشوفوا. هاد اللاند الدراري كيفاش غنحصلوا عليها؟ فابور، يعني ما غنخلصوا والو ما غنديبوزيو ما والو، فابور هادي. باش نحصلوا على هاد اللاند الدراري غنجيو هنا للماركت بلايس كما كتشوفوا. هنا البلاصه الاولى ديسرت هنا الدراري كتكون عندنا واحد اللاند اللي كتحط كل ساعه فابور كما كتشوفوا. دابا باقي ليها 39 دقيقه. هاد اللاند بالضبط فوقاش كتحط الدراري كتحط اونس، يعني يا اما 5.5 يا اما 6 اونس يا 7 اونس، دونك في كاع السوايع يعني اكس اكس اونس. دونك ديك اونس الدراري كتحط واحد اللاند خصنا نزربوا عليها، يعني نكونوا حاضرينها في دوك جوج دقائق هنا ولا غير تحط ريفريشو ناخذوها كناخذوها فابور. مي كاين واحد البلان هنا الدراري، هاد اللاند اللي كناخذوا فابور الدراري يعني بحال هاد اللاند فيها 20.36 ديال التوكن، يعني ملي غنماينيو ونساليو من هاد 20.36 دونك صافي ما كيبقى فيها والو كتحيد. دونك خصنا نشوفوا شي وحده اخرى من بعد عاوتاني ديك الساعه عاوتاني غناخذوا شي وحده اخرى. راه ايزي ساهل كتاخذ اللاند، يعني ماشي صعيب ولا عليها شي ضغط، عادي غتريفريشي غتجي دير لي هذاك بوي كتخرج لك هنا بوي فري كتاخذها كتزاد لك، كتعطيك واحد اللعيبه خضراء هنا. دونك هكا غتكون تزاد الا مشيتي ماي لاند هنا غطلع لك كاينه وغطلع لك فيها هاد الكتبه ديال الماينينغ، يعني خدام فيها الماين. دونك هاد اللعيبه الدراري عقلوا عليها هنا 20.36 دونك عقلوا على هاد البلان. دونك كاين واحد البلان اخرى الدراري في الكومون، نقدروا نشريو شي لاند كما كتشوفوا ب 110 110 رخيصه بزاف. غنحاول نوري لكم التوكن شحال داير. دونك التوكن الدراري كما كتشوفوا داير 0.11 دونك كاين في واحد الوقت ديالو اللي زوين يعني طالع، دونك الوقت احسن وقت ليه. دونك 110 كما قلت لكم 110 الدراري دولار اونس تقريبا، دونك دولار اونس زاد شي حاجه اللي قليله يعني نقدروا انفيستيوها. مي كاين واحد البلان هنا الدراري، هاد اللاند اللي غنشريو بدولار اونس كتمايني لينا 191، دونك ما تنساش حنا شريناها ب 110 وعطات لينا 191، دونك عندنا شحال فيها ديال لي فابور اللي غانا ماينيو اللي غاشيت لينا هي 81 حبه، والاخرى كيشيت لينا 20.36 في وحده، يعني الا تقادات نقدروا نعاونوا. دونك هنا كل واحد يدير الحسابات ديالو اللي غيخرجوه. في نفس الشيء في اون كومن عاوتاني نفس الشيء 570 حبه، مي كنخلصوها ب 339 اللي قريبه 3.5 4 دولار هكاك. دونك كاين الغا وكاين حتى الليجنداري، الليجنداري داير فيها الدراري 7175،
7175 175 شي $78 اللي غاليه بزاف مي كتبقى تعطينا داك الشيء بزاف. دونك هنا الدراري كما قلت لكم الفابور غتلقاوها هنا دونك كتعطينا 20.36 ملي كتقضى هذيك 20.36 نقدروا نبدلوا شي وحده اخرى. وهنا الدراري في هذه البلاصه ديال مايلاند نقدروا نشوفوا شحال بقى ليها. دونك كما كتشوفوا 20.36 هذه يلا كي خديتها هذه اونص يعني يلا ما عندهاش بزاف من خديتها دونك هنا كتلقى بلا شحال يعني ماينيتو شحال بقى لك. دونك غير تلقاها وصلت لنا 20.36 اصلا كتحيد لك من هنا ما كتبقاش عندك وهنا كيوقف لك الماين ما كيبقاش خدام. ولكن هذا الشيء اللي غتكون ماينيتي ما كيمشي لكش يعني تقدر تكوليكتي الكوليكت الدراري باش تجمع خص يكون عندك اكثر من 10 توكن باش تكوليكتي يعني دوزو هنا كما كتشوفوا انا عندي 10.3 انا غنكوليكتي دابا. دونك كما كتشوفوا اي كوليكتات اي تزات لي هي عندي 21 حبه هنا. دونك هكا الدراري كتبقى كنقولوا حنا زايد غادي وكتجمع شويه شويه. وكاين واحد البلان اخرى الدراري كما كتشوفوا هذا الماين راه عنده الهيلث كما كتشوفوا 98.65 اللي بقى ليه من الهيلث من الاصل 100 ولكن هذا الشيء ما كيعنيش غيتقضى هذا ولا ما غيتحيد الماين مي كنقدروا ريباريو كما كتشوفوا في هذه الساعه عاطي ليا زيرو يعني غيكوستا ليا زيرو في الريباراسيون ما عرفتش واش حيت طايح بزاف الهيلث ديالو ولا ما عرفتش مي ما عرفتش واش غيتبدل هذا الكوست غيعطيوني شي ثمن اخر ولا غيبقى هكاك زار. دونك وهنا الدراري كما قلت لكم نقدروا نوبغارديو اكثر لكثر. دونك وهنا الدراري بقى لنا البلان الاخراني ديال الويت دراو الدراري كما كتشوفوا غنجيو هنا نكليكو على داك الزائد اللي هنا كيعطينا هنا البلان اللي الا بغينا نديبوزيو يعني غيكون عندنا في الواليد ديالنا. اوكي هنا الدراري بعدا باش نزيدو هاد التوكن في الواليد ديالنا غنجيو هنا للكوين ماركت كاب غندخلو شين اوف ليجند اللي هو التوكن ديال هذا هو عقلوا عليها ولا غنحاول نخلي لكم ليان في الديسكريبشن. دونك هنا غنجيو الدراري عادي نورمال غتكون ميتا ماسك ديالنا محلوله غنكليكيو غير على هاد اللعيبه وكتزاد لينا التوكن في الميتا ماسك انا ديجا عندي ما يحتاجش نزيدها. دونك واللي بغى انفيستي في الجيم ولا بغى يشري شي حاجه ولا يبغى يشري شي حاجه قليله باش انه يشري دوك لي لاند الاخرين الا بانوا ليه هو زوين دونك انا في هاد الساعه غنحاول نشوف كندير غنوبغاردي. دونك الا شريت غنشري باش نوبغاردي هاد اللعيبات ولا نحاول نشري معاهم شي لاند اخرى. واللي بغى يشري الدراري غيشري في اي سواب ديال باينانس سمارت تشين لادريس ديال التوكن هو هنا بوكوين ولا في اي بلاصه يقدر يشري اي سواب يقدر يشري فيه غير ياخذ لادريس هو هذا ياخذو من هنا باش ما يطيح في شي حاجه سكام ولا شي لعبه. دونك هكا الدراري هادشي اللي عندنا في هاد الجيم الدراري ملي غيحلوا هاد اللعيبات اخرين غنحاولوا نشرحوهم الا حلوهم عما قريب الدراري غنحاولوا نشرحوهم بطبيعه الحال باش تفهموا البلانات اكثر. دونك ما كرهناش تحلوا حتى هادو باش يكون عندنا الماين. دونك الدراري هنا غنكون وصلنا لهذا الفيديو الدراري ما تنساوش السبورت ديالكم لايك سبسكرايب خلي شي كومنتار زوين الدراري الا استفدتي بالفيديو بطبيعه الحال ما تخليش الاستفاده توقف عندك بارطاجي مع شي واحد اخر مع صحابك ومرحبا بكم في الديسكورد في تيليجرام ولا في الجروب ديال التيليجرام ديالنا خاصتك اي حاجه مرحبا معنا ونضرب لكم موعد الدراري في فيديو جديد ومع جيم جديده عما قريب خليكم على القرص